بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد امين. <applause> بنعمة ربنا هنبتدي سلسلة السلسلة كده عنوانها كلمتين إلى متى؟ إلى متى؟ مجموعة من الآيات هنختارها كل اللي بيربط الآيات دي مش موضوع واحد لكن اللي بيربط الآيات دي إن هما كلهم بيبتدي بصورة سؤال إلى متى؟ واخترت لكم النهارده ايه من سفر ايوب الاصحاح 18 الايه دي هقولها وبعدين اشرح بتقول ايه الى متى تصنعون اشراكا للكلام عارفين كلمه شرك يعني ايه يعني فخ الى متى تصنعون فخاخا بالكلام سيبوكوا من الحوار كان بيدور بين مين ومين ده كان بيدور بين أيوب وواحد من أصدقائه أنا مش بتكلم على مضمون الحوار أو ليه الآية دي اتقالت أنا بتكلم على الآية دي لأن الآية دي ممكن نتعلم منها حاجات كتير ونفهم حاجات كتير وتلقي الضوء على حاجات فينا ممكن نكون بنعملها غلط وفاكرينها شطارة الآية دي بيقول لغاية إمتى كلامكم يبقى كلام مفخخ عارفين يعني مفخخ يعني فخاخ يعني 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 تراب يعني يعني شرك يعني يعني عارفين الفخ اللي هو بيمسك الطير او يمسك الثعلب في الغابه ففي ناس كلامها كله فخاخ الاول يعني ايه في ناس كلامها كله فخاخ فانا هشرح من خلال ان انا ادي عناوين لبعض الكلام اللي ممكن يكون كله فخاخ وبعد كده هاخد دروس ليا وليكو نتعامل ازاي مع الكلام ده؟ على سبيل المثال احد الفخاخ المشهوره اوي في الكتاب المقدس هو فخ اسمه ايقاع الاخرين يعني اقول كلام من بره شكله ناعم عارفين الملبن؟ ناعم كده زي الملبن واقول لك كلام بس الغرض منه اوقع أشهر حاجة ودي بقولها لكم دايما الكتبة والفريسيين اللي راحوا الرب المجد يسوع وقالوا له يا معل أننا نعلم أنك تقول الحق من ناحية الضمير أنت حقاني ولا تحاب الوجوه يعني إيه بقى؟ عارف لما واحد بيظبط واحد يقول أنا عارف أنك أنت حقاني وما لكش كبير وما تخافش إلا الله, الله قول الحق ندفع الجزيه القيصر واحنا يهود ولا ما ندفعش الجزيه طبعا هم عاوزين يوقعوه في ايه في مشكله لو قال ادفعوا الجزيه يبقى انت مش يهودي وطني ده انت موالي للرومان تبقى عدونا ولو قال ما تدفعوش مسكنا عليه مستند انه بيحرض وعاوز يعمل ثوره ضد الحكم الروماني وقعت في شر اعمالك طبعا المسيح اكنوم الحكمه كان اعلى من كده بكتير قال لهم هاتوا لي عمله فمسك العمله قال لهم مين اللي على العمله دي الصوره بتاعته قالوا له دوت القيصر بتاع روما قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله عبل ما فهموها كان مش يعني قيصر مين يعني ايه ندفع ولا ما ندفعش يعني ايه ويعني ايه لله هو ندفع لربنا ولا للقيصر كان المسيح مش بس هو المسيح ايه عارف خبثهم ففي ناس كده اسئلتهم اسئله توقيعيه يا ابونا انت عارف انك انت كلامك حق وعارفين شخصيتك كده واضح عجبك اللي بيحصل في الكنيسه ده ابونا فلان طلع رحله بنات ولاد فانا اقول بقى حي هو الرب الذي انا واقف امامه لا يجوز ما ينفعش كنيسه تتقسم والده اللي جاي يسالني مش غيران على الموقف ولا حاجه هو مش فارق معاه هو كان نفسه يطلع الرحله بس ما طلعش انتوا أختي بالكم يعني هو اساسا كان نفسه يطلع الرحله فما طلعش يعني مفروس او عاوز يوقع بيني وبين ابونا فيرجع ياخد الكلمه يقول له عارف يا ابونا اخطيت 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 هو انت ما كنتش قايل لقدس ابونا على الرحله هتطلعها ليه اصل ابونا قال انه ما كانش موافق خالص على الرحله اللي قدسك عملتها بقت وقيعه وانقسام ومصيبه جوه الكنيسه يبقى ده اول صوره من صور الكلام المفخخ عارفين اللغم كانك ماشي على لغم يبقى أول نوع من أنواع الكلام المفخخ هو إيه؟ إيقاع الآخر، ده إحنا هنعد ست سبع أنواع يعني. اثنين تاني نوع من أنواع الكلام المفخخ اسمه تقويم الآخر. يعني إيه تقويم الآخر؟ في شخصيات طيبة. وفي شخصيات بالعم كده يقول عليه سهون أو يقولوا عليه سوسة. يجي السوسة ده مع الطيب يشيطه. يعني إيه؟ يعني يسخنوا يقوموا اديكوا امثله ان واحد يستغل واحد فيقومه على موقف معين يعني يستغل موق... اديكم مثال ازاي انا اقول لك شفت اللي حصل كذا 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 الكنيسه فيها محسوبيه ولاد الكهنه هم اللي بيخشوا شمامسه جوه وبقيه الشمامسه ده قطيع بره كده مركون ده ابن ابونا فلان وده ابن فلان فلان والحقيقه الواحد المفروض ما يسكتش عن الكلام ده وانا قررت ان انا ابعت شكوى للبابا بس انا اسلوبي وحش قلت له ما يهمكش انا اللي ابعتها انا اللي ابعتها خلي عنك انت وحسسك انك اثناسيوس الرسولي بتدافع عن الايمان في في مجمع نقيا وديسقورس وعظماء الاقباط ده يلا اشتغل انتوا عارفين ده واحد ايه يعمل كده يقوم الناس وبعدين في منتهى السلاسة يقولوا مين اللي بعت الجواب؟ يقولوا أنا مش عارف ما أعرفش ربنا يسامحه بقى إنسان غير محب للكنيسة اللي أنت بتعمله أهو ده أهو ده نوع تاني من فخاخ الكلام عارفين زي مين؟ زي المرازبة اللي كانوا أيام دانيال وغيرانين منه وعارفين إنه بيعبد ربنا فراحوا قوموا الملك قالوا له احنا عاوزين نحمل حته اعلان نمجدك قال لهم ازاي قال ما فيش حد من كل الناس اللي في المملكه عندهم اله يعبدوه وهم عارفين كويس قوي ان دانيال عمره ما هيبطل صلاه واي حد يطلب من الهه وما يطلبش منك طلبته يترمي في جب الاسود امد يا ملك الملك فرح قوي بضع شوفوا سخنوه ازاي وهم عارفين اللي حصل فراح دانيال سجد لربنا متعود يسجد لربنا ثلاث مرات في اليوم ويصلي لربنا ثلاث مرات في اليوم قالوا له بس دانيال اللي انت بتحبه كسر قانون البلد وبدل ما تطلب منك تطلب لا والقانون اللي انت ماضي عليه بيقول جب الاسود ها الملك حب في الوقت نفسه في قانون مضى عليه وكلام الملوك ما يرجعش نلحسه وقال له يبقى الملك بلا كرامه في مملكته شفتوا عملوا ايه؟ سخنوه على دانيال. في ناس تعمل كده. أو مثلا هيروديا لما استغلت سكر مين؟ هيرودس وكان معجب قوي برأسها وراحت المهم يعني قالوا له هاتوا طبق ايه؟ فضل حطوا عليه راس يوحنا المعمدان. ما هو للأسف كان سخن في سكره وقال لها لو طلبت إلى نصف المملكة، في حد يقول كده برضه؟ أو قالت بقى قال لها لو مش عايز نص المملكه خليها لك كلها بس انا عايزه راسه طب اعمل ايه اهو ده برضو فخ من فخاخ الكلام الناس اللي بتقوم الناس على بعض واحد يستغل واحد انفعالي او يستغل واحد بسيط يقول لك ايه ده زقني اه انت اتزقت فعلا وهو عمل لك فخ واستغل يا طيبتك يعني يا انفعالك يا عاطفتك تالت نوع من انواع فخاخ الكلام لازم ناخد باله منه حاجه اسمها الاقتصاص يعني ايه الاقتصاص ان واحد من كتر عدم محبته الواحد ما يكونش امين فياخد جزء من كلامه ويعمل عليه قصه اديكم مثلا هتخيل مثلا انا بقول ايه على راي قداسه بلاش على راي قداسه البابا هجيبها فيا انا انا بقول لكم تعليق كده اقوله على فكره إذا كان هناك شيء تتعلمه من الشيطان هو المثابرة عمره ما بيزهق بيحارب الإنسان بالأربعين سنة في خطية واحدة فيا ريت نتعلم من الشيطان راح واحد قطع اللي قبل وقطع اللي بعد وقال لك أبونا يعبد الشيطان راح مطلع له كومنت كده يكرره بقى كده يا ريت نتعلم من الشيطان يا ريت نتعلم من الشيطان يا ريت نتعلم من الشيطان عملوا في اوديو وقصوا وجابوا الكلمه دي هو 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 ابونا كان أصله كده؟ طب ده اللي قال القول ده البابا شنوده ده في كتاب الحروب الروحيه او حروب الشياطين مش فاكر يعني حروب الروحيه حاجه زي كده. فالحقيقه ده نوع اسمه اقتصاص أو ده فخ ياخد حته من هنا وحته من هنا ويلبسك قضيه زي مثلا ممكن واحد يكون ببساطه ايه؟ بقول لكم مثلا يا وليدي تعرفوا على قد ما الحراميه هم حراميه يا ريت تتعلم من الحراميه ازاي بيخططوا او ازاي بيداروا على بعض ابونا يشجع السرقه في اجتماع عام يقول لاولاده اتعلموا من الحراميه الله ابونا فتح كليه اللصوص وحط على الكلمه دي بقى مئة حاجه هل ده امانه هل ابونا كان يقصد كده بس للاسف في ناس بتقصقص كلام علشان تصدر لك اتهام على سبيل المثال مثلا اقول لكم ايه يا جماعه مصر احوالها صعبه والتغير المناخي شديد ده اوروبا الانهار فيها جفت حافظوا يا جماعه على نقطه الميه اللي انا بقول لكم ده في كلمه غلط في كلمه غلط واحد يقول لك ايه اب كاهن يحرض على الثوره مصر ظروفها صعبه ثوره ايه بس يا حبيبي أنت هت... أنت هت... أنا ماليش في السياسة ده أنا ب... بقول لأولادي خلي بالكم من نقطة المية هتبقى أغلى من نقطة البنزين لأن المية حياة البنزين ممكن تمشي على رجليك لكن لو ما شبتش هتموت فحافظ على نقطة مية بس عشان أبونا قال مصر ظروفها صعبة يقول لك الكهنة بتتكلم في السياسة يا عم سياسة إيه؟ دي بلدنا دي حبيتنا دي امنا بس شوف هو اخد ايه وعمل ايه فخلي بالكم من الناس دي يبقى احنا قلنا كم نوع دلوقتي من فخاخ الكلام واحد التوقيع اتنين التقويم فاكرين ولا مش فاكرين تلاتة الاقتصاص اربعة فخ من فخاخ الكلام، الآية بتقول إلى متى تصنعون أشراكاً للكلام؟ يعني لغاية إمتى هتستخدموا الكلام بخبث وتعملوا بيه فخاخ للناس؟ هديكم نوع تاني اسمه إحراج الآخر. يعني فخ إحراج الآخر؟ هشرحها لكم. دي. تحرجوا وتغصبوا على حاجة عشان أنت ذكاء الكلام عندك عالي فأحرجته. احكي لكم حكايه حصلت معايا ويعني احكي لكم واحد عمل معايا موقف يعني كده في كده يعني. كنت مره رايح في دير الانبا بشوي اخد خلوه فانا لما رايح خلوه رايح عشان ايه؟ خلوه. صدفه في الوقت ده صدقوني يا اولاد يعني مش عارف اقول ايه. صدفه في الوقت ده ان قداسه البابا شنوده كان بيعملوا له مش عارف عيد الرهبنه عيد دخول الدير عيد ايه؟ ما أعرفش عيد من اعياد قداسه البابا في المقر الباباوي وفي عربيات كتيرة داخلة واوي لآخره فلقيت واحد بيقول لي انت مش هتحضر الاحتفال بتاع البابا فأنا قلت له الحقيقة لا أولا أنا مش مدعو فعلا أنا ما حدش وجه لي دعوة نمرة اتنين أنا جاي عشان خلوة يعني ماليش في الجو ده بان عليك ما بتحبش البابا بعد عنك تهمه نزلت لي من السماء كده انا ما بحبش البابا ده أنا ما فيش عظة ما بقولش فيها قول، أو أذكر كتاب لكتب البابا عن حب لأن الجيل بتاعنا من ثانوي متربين على صوته يعني ده أبونا الكبير يعني يعني أبعد ما يكون عشان لبسني التهمة قال لي طب أنا هقول لك حاجة تثبت كلامي قلت له قال لي البابا اجتماعه يوم إيه؟ قلت له أربع، قال لي واجتماع الراعي الصالح يوم إيه؟ مش بقول لك أنت ما تحبش البابا؟ لا أنا حسيت إن يعني 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 مش عارف هروح ولا لا يعني هو حطها لي في هالة كده إن إن لا أنت خلاص لبست التهمة عارفين دي زي مين إيه؟ زي اليهود اللي عملوه مع هيرودس عملوا له حتة فخ في الكلام قالوا له ده عاوزين نصلبه قال له ما انا مش شايف في عله للصلب قال له اه اذا انت لست محبا لقيصر هي هي يعني لست محبا لقيصر انت لو بتحب قيصر وفي واحد عامل فتنه انت من مصلحتك تقضي على الفتنه فلما تقتله هتريحنا بس باين عليك ما بتحبش البابا اللي هي بتاعه قيصر بقى باين عليك ما بتحبش ايه قيصر فبلاصه قالوا مين لا ما دام وصلت لما بحبش قيصر لا ادبحوه اصلبوه اعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه لكن انا ما أتقالش عليه اهو ده نوع من فخاخ الكلام واحد يحرجك قوي 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 يقول لي آآ آآ واحد يقول لي انت هتعزمي اخت جوزك ولا ما بتحبيهاش انتوا واخدين بالكم من الموقف او ده فخ وعادة بيبقى وراه غرض لان مفيش انسان طيب او حتى سوي يستخدم الاسلوب ده في الضغط النفسي على اللي حواليه أرجع تاني للآية اللي بتقول إلى متى تصنعون أشراكاً للكلام؟ وهنشوف هنتعلم إيه في الآخر بس أنا بقول لكم الصور بتاعة الفخاخ. نوع تاني سيء جداً 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 من إشراك الكلام أو فخاخ الكلام اسمه تسجيل المكالمات. مصيبة. مصيبة. ليه؟ يعني إيه تسجيل المكالمات؟ يعني في واحد يبقى عاوز يثبت على حد حاجة فيجي لي بص يا بونا أنا هقول لك مكالمة قدسة هتسمعها لمدة سبع دقايق ما فتحتش بقي وشوف أي زوجة أنا متجوزها وكلامه شكل إيه بنت الأصول بنت الناس المتربية طبعا ما بسمعش ليه؟ لأن ما عنده نية التسجيل هيكون حريص إنه ما يغلطش وممكن يكون منرفزها قبل ما يدوس ريكورد يقول لها بيت كذا وبيت كذا وبيت كذا وبيت كذا وبيتك كذا وبيت كذا وبيت كذا واول ما يقول لها تشربي شاي يا حبيبتي فهي ترد عليه تقول له اللي انت عارفه انت انسان ما عندكش الحاجات اللي بتجري في العروق دي انت ما عندكش مش عارفين انت ما عندكش مشاعر انت ما عندكش انت ما... شوف يا ابونا بقول لها نشرب شاي شوف ردها شكله ايه احكم انت، لا يا حبيبي <applause> ابونا ما بيضحكش عليه، اولا انك تسجل لواحد مكالمة من غير ما هو يعرف دي في امريكا وكندا جريمة. ما يكون يعني لما هو يعني يعني انتوا عارفين دلوقتي عشان في قانون في بلد لما يجي حد يتكلمه من العملاء في البنك بتاع يقول هذه المكالمه قد تكون مسجله عشان تخلي بالك يا عميل ان احنا مسجلين عشان ما ترفعش علينا قضيه وتقول ازاي سجلتولي مكالمة فبنقول لك احنا بنسجل لك من اجل تقييم خدمه العملاء بعد كده لان قانون في العالم كله بيمنع فتتصوروا النهارده واحد يسجل لزوجته او واحده تسجل لزوجها عشان يثبت قدام الكنيسه انها انسانه مثلا بتتعصب او بتشتم طب انت عملت ايه عشان هي توصل لكده ما انت مش هتضحك على الكنيسه طب وماذا لو سجلت لك هي تصور بقى بيجي اتنين كل واحد مسجل للتاني بحس ان احنا دوله مخابراتيه يعني البيت عباره عن حقل تجسس وحقل الغام واحد من روسيا وواحد من امريكا متجوزين بعض وقاعدين يتجسسوا على بعض حرب برد بقى والموبايل محطوط فيلم والمايك محطوط تحت الجوفيرتا ومش عارف محطوط في ال... في ايه اهو ده فخ انك تستغل عدم معرفتي واتكلم معاك ببساطة او اتكلم معاك بتلقائية وانت بتكون عامل لي فخ كلام بصرف النظر ده يصح ولا ما يصحش بس انا بتكلم على الاية ايه هي انواع فخاخ الكلام في تاني نوع من نوع فخ الكلام, الكلام اه ايه بقى فخ الكلام الاخير ده اسمه فخ الفضفضة يعني ايه فخ الفضفضة ده تلاقوه في الشركات يعني ايه فضفضه؟ نميمه بفضفضه كده، ما هي نميمه ولا فضفضه بس لقوه في الشركات، تقول لك عاجبك اللي عمله رئيس القسم ده؟ ده أنا مش هيشوف خير في ولاده، انت ساكته عشان انت مش عايزه تتكلمي، واو الى اخره، انت ما بتقوليش ليه؟ يعني انا ظلماه؟ ما تقولي حاجه انا ظلماه؟ فانت هتقولي ايه؟ لا الحقيقه مش ظلماه، يعني هو مفتري. بصراحه مفتري. يعني انا مظلومه، انت مظلومه، وهو لا مفتري. صح صح تاني مرة بقى المدير شخط فيكي فبتقول لك عمل فيكي ايه المفتري؟ ده انت كان معاك حق ده مفتري ومفتري ومفتري والتانية بتسجل حتى لو ما كانش على الموبايل بتسجل في دماغها وفي يوم من الأيام الفضفضة دي كلها هتتمسك عليا لأن أنا اديت ثقة في غير مكانها من باب الفضفضه اصل احنا عندنا يا ابونا النميمه في الشغل مفتوحه كلنا بنتكلم على الرؤساء وبنتكلم على بخل الرؤساء الراجل بياخد له مئة الف جنيه وبيدينا احنا كل واحد ألاف جنيه وقاعدين نتكلم قاعدين نتكلم وكله بينم وكله بيتكلم اه بس الفضفضه دي كلها ممكن تكون محسوبه وتستغل ضدي انا وساعتها هبقى انا الغلطان لان انا اللي معرفتش اقول ايه وما اقولش ايه احنا قلنا كم نوع من انواع فخاخ الكلام عدوا معايا كده يا خمسه يا سته مش فاكر واحد ها انتوا عاده صحيين اكتر من كده التوقيع والتقويم والقصاص القصاصه وايه تاني؟ إحراج إن أنا أقول لك أنت ما بتحبش البابا مش كده؟ أنتوا واخدين بالكم؟ ها؟ وإيه كمان؟ تسجيل المكالمات وآخر حاجة؟ الفضفضة الفضفضة اللي ممكن تبقى مغرضة يعني واحد كده يخلي اللي حواليه يفضفضوا عشان يحوش لهم ده نوع من أنواع الإيه ده؟ حاجة صعبة طيب سيبوكوا بقى من فخاخ الكلام لكن احنا لازم نعرف ان ده بيحصل والامثله اللي انا قلتها لكم امثله حياتيه متكرره بصوره يوميه. السؤال وفي خمس دقائق نعمل ايه؟ او ايه اللي نتعلمه من ان هناك فخاخا في الكلام؟ اول حاجه الدرس الاول ده لينا بقى دروس واقعيه. اول حاجه عدم التسرع في اعطاء الثقه. يعني عدم التسرع في اعطاء الثقه؟ كان قداسه البابا شنوده الله نفسه دايما يقول كده انا عمري ما أمنح حد مسؤوليه قبل ما اختبره مره واتنين وتلاته ولما ابتدي اديله مسؤوليه ابتدي له مسؤوليه صغيره فاكبر لاكبر أكبر, اكبر لغايه لما اثق فيه تماما مش معنى كده ان احنا نقع في خطية سوء الظن او نقع في خطية التشكيك في الناس لان دي برضو خطية لكن برضو ما يصحش اكون ساذج لمجرد ان انا لقيت انسان شبهه من شبهي كده وكان مدرسته زي مدرستي ومن بيئة واحدة وكنا هو بيلعب تنس وانا بلعب تنس واصحاب قوي واحنا الاتنين هنروح جيم واحد اروح مطلع اللي جوايا يونيفر كان تيل اللي انت بتقوله ده ممكن يستخدم ضدك ازاي؟ علشان كده الدرس الاول لازم يكون عندك حكمه في عدم التسرع في اعطاء الثقه. ده ابونا اللي معروف ان هو صندوق اسود مقفول في واحده تعد ثلاث سنين تعترف بص يا ابونا انا اعترفت عندك كم مره في الثلاث سنين اللي فاتوا؟ اقول لها مثلا 15 16 مره تقول لي بس في موضوع بقى ما كنتش قادرة اقوله لك دلوقتي هبتدي احكيه لك دلوقتي انا ببقى اعذرها ليه لاني خدت وقتها عشان تثق حتى في ابونا اللي عارفين انه مش هقول حاجه لحد حتى لو عملت كده انا لا الومها لان على الاقل هي محترسه انها ما تطلعش كل جواها اللي جواها الا بعد ما تبني جسور ثقه وبينها اللي بين حواليها في ناس طيبة بالزيادة يا بنات أنا مش عاوز كتونه أشرار وخبسة وكل واحدة بقى ملكة الكتمان عند الرومان لا أنا ما قلتش كده لا لا ما قلتش كده أنا بتكلم على حاجة تانية خالص بتكلم إن مش عاوزين نبقى خبسة ومش عاوزين ونفسنا دي لا لكن في الوقت نفسه ما نبقاش من السذاجة اللي نضر بيها نفسنا واضحة دي؟ يبقى نمرة واحد عدم التسرع اتنين حتى بعد عدم التسرع واختبار انك انت اهل للثقه مش كل حاجه تتقال برضه. في حاجات هقولها لمراتي ما اقدرش اقولها لاي حد غير مراتي. وفي حاجات لا يمكن هقولها لمراتي زي الاعترافات اللي بسمعها. صح؟ يبقى في حكمه بقول لمين ايه؟ لان برضه مهما كانت درجه اصل البنات تقول ده احنا بقى كنا بيجامه واحده ومش عارف نعمل ايه بنحلها وكنا بنقعد ثلاث ايام في الصدر مع بعض ومش عارفين نعمل كل حاجه عارفة وك... لا 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 في حاجات ما ينفعش تتقال لاي حد. وهنا الحكمه مش بقى ان اللي قدامي بيعمل لي فخ ولا لا ده انا حتى لو انا واثق فيك ما تنفعش تقول كل حاجه لان ممكن اللي اقوله لك يتعبك ويعترك. يعني انا سبب لك خطيه. بالكلام اللي هقوله يعني تكون انت لسه ايه مبتدئ واحنا الاثنين كنا دفعه واحده سي يعني بس انا كنت لاقى واشتغلت في الامم المتحده اشتغلت مش عارف في منظمه ايه اشتغلت في شركه بترول ايه شركه كمبيوتر ايه حاجه من بتوع العالم الكبير قوي جوجل بقى ولا ما اعرفش شغال فين وبعدين بقول لك انا انت اخويا وهقول لك مش عارفين ولا اخره انت اساسا يعني شغال ب 3300 جنيه وبتتخانق على مئة جنيه زياده في المرتب عشان المواصلات اللي والميني باص والتوك توك اللي بتاخده زود عشر قروش في الدوره فانت تعبان يعني على مئة جنيه وانا بقول بقى انا ما بخبيش عنك حاجه انا الحمد لله الستارتنج سالاري بتاعتي 22000 جنيه تقول له في ستة اشهر اقول له لا في الشهر الواحد. يعني ده مرتب نص سنوي لا ده مرتب شهري 23 جنيه بس انت اخويا وما بخبيش عنك اي حاجه هو ده صح؟ انا عملت فيه ايه دلوقتي؟ لو هو بعد كده وقع في خطيه الغيره او خطيه الحسد صحيح هو مسؤول عن الخطيه بس مش انا اللي ولعتها جواه ولو انا اللي قصد اغيظه تبقى الدهيه اعظم علشان كده مش كل حاجه تتقال صوروا واحده ما عندهاش حكمه في الكلام بتثق في صديقه عمرها وعارفه ان صديقه عمرها ده جوزها منشف رقها وبخيل بخل بيحاسبها على الجنين ولا بتقول له بتاع الدليفري جايب حاجات ب 730 جنيه سبت له 5 جنيه يقول ليه؟ كفايه جنيه مثلا وينكد عليهم وما ينيمهاش فرضا انا أفترض ان في حد بالشكل ده تقول لي لا ده انا جوزي كريم كرم ده يقول لي خد اللي انت عايزاه ده انا اقول له انا خدت 200 جنيه يقول عيب تقولي لي انك خدت 200 جنيه جيبي هو جيبك يا حبيبتي انت بتعمل ايه في الاولانيه؟ بتتشفي منها؟ بتنشفي جهازها العصبي يعني انا عايز اعرف انت بتعملي فيها ايه ليه كده ليه يبقى حتى لو في ثقه مش كل حاجه تتقال انا ممكن اقول حاجه لبنتي وما اقولهاش لزوجتي ولا ده سر بينا وبين بعض علشان اكسب ثقه بنتي لانها لو عرفت ان انا غدرت بثقتها وممكن اقول حاجه انتوا ل... عارفين مش عايز اعيد الكلام يبقى اول حاجه اوعى تتسرع وخلي عندك حكمه لأن الكلمة اللي طلعت منها ممكن تدفع ثمنها منك نمرة اتنين لازم يكون عندك حكمة بالرغم من وجود الثقة وإن إحنا واحد ومتربين مع بعض وكنا بنعمل ضفايرنا في أولى ابتدائي مع بعض ودلوقتي بنعمل من عند بعض ونروح مشين مع بعض مين مع بعض لا برضو مش كل حاجة تتقال مش كل حاجة تتقال ثلاثة اتعلمنا إن في ناس بتسخن ناس على ناس مش كده قلنا فخ التسخين ده التقويم او التسخين اوكي هدي لك نصيحة أنا بحبها قوي ودي من أحلى النصائح اللي اتعلمتها من أبونا في اللوبتين عندنا في الكنيسة كلمة اسمها بيتها ليلة. يعني إيه بيتها ليلة؟ يعني لو حد جه حكى لك أي حاجة مثلا أنت خادمة وهي خادمة جاية تقولي لي عجبك الخادمة الفلانية عملت فيا إيه؟ عملت الخادمة عملت فيا إيه؟ جرستني في وسط الخدام دي خادمة دي ما تنفعش تكون خادمة أنا اتجرحت أنا اتقتلت أنا أي حاجة فانا سخنت ما انتي بنتي لا ما اعملش حاجه لا ما اعملش حاجه خالص يا ابونا انت سلبي ولا ايه لا انا ببيتها ليله يعني ايه ببيتها ليله بمدخ على مهلي واشوف رد فعلي لو كان عنيف مع الثانيه يبقى الى اي مدى والعنف هيعمل ايه طب الهدوء يعمل ايه اراجع نفسي طب هي كان ظروفها ايه لما عملت كده طب التانية قالت ايه عشان تنرفز دي طب دي قالت ايه ودي قالت ايه؟ تلاقي نفسي هديت خالص وبيتها ليله وممكن ما حاجه خالص او ممكن اعمل بقى على حسب ما ربنا يرشدني بس انا ببيتها ليله. لان اسوأ حاجه انك تكون بسيط وواحد يسخنك ويزقك على حاجه تضرك بعد كده وهو يطلع بيقولوا ايه؟ شعره من زي الشعره من العجين كده، يطلع زي الشعر من العجين، يبقى انت ساذج بقى، يبقى انت من النوع اللي بيتزق، فخلي بالك يا ابني لانك اية النهارده من ايات الحكمه إذا كانت في ناس تصنع فخاخا لما بقول لك إن الحقل ده حقل ألغام لازم تكون عارف هتمشي فيه إزاي. نمرة واحد عدم التسرع، نمرة اتنين الحكمة في إيه يتقال وإيه ما يتقالش، نمرة تلاتة بيتها ليلة، يعني إيه بيتها ليلة؟ لما تتجوز ومراتك تقول لك شفت أختك عملت إيه؟ أنت هتخش تنام هو انت ما عندكش عندي بس هنا برضه ليه لان ممكن الغلطه اللي انت تغلطها بتليفون عاجل من غير ما تتقصى الحقائق يبقى شكلك وحش قوي فما تخليش حد يسخنك ولا حد يقومك على مستوى الخدمه على مستوى البيت على مستوى الاسر والعائلات الكبيره على مستوى الشغل ما فيش راجل يدافع يخش المدير يقول له كلمه حق طب انت ما تخش انت انت عاوزك الراجل اه انت راجل اتفضل لكن انت تحطنا في وش المدفع واروح انا مش عارف مين واحد يقول بص فرضا مثلا ان انا كاهن في ابروشيه جبها فيا انا انا كاهن في ابروشيه واحد كان يقول بص يا ابونا انت جريء ومش عارفين مين وليك مقام وليك هيبه وسنك يسمح لك انت تخش تقول لسيدنا اللي بيحصل في الابروشيه دوت مش صح اتفضل اوتسك انا مش هروح ليه انت بتسخني ليه طب سيبني افكر طب اشوف ازاي تتقال وامتى تتقال اوعوا تخلوا حد يضحك عليك ويزقكوا يا ولاد اخر نصيحة عشان وقتنا اياك وهذه الاساليب مش بقى اللي انا قلتهم فوق اوعى تقوم اوعى تسخن اوعى تسجل اوعى تستقطع لانك تبقى غير امين وبتهدف اغراضك او اغراض الشيطان لان كل اللي انا قلته في الاربعه اللي فوق بتاع طريقه او الخمس نقط بتاعت فخاخ الكلام دي معناها اسلوب لا يليق بالانسان المدني المتحضر فكان بالحري الانسان المسيحي اللي بيدور على نقاوه القلب ده يكون اسلوبه ازاي انا بقول روحا مستقيما جدد في احشائي وانا ملتوي وبسجل لك من وراك عشان اوقعك في فخ ازاي فاذا كنا بنقول على المستوى الاجتماعي بتاع الدول المتقدمة ان دي جريمة طب على المستوى المسيحي الجريمة ابشع اوعى تكون فاكر دي نوع من انواع الحكمة او النصاحة او السذاجة لو في واحد يفتخر كده يقول لك انا اعرف اخلي كل واحد يعمل اللي انا عايزه بالظبط وانا قاعد على الكنبه كده ادحرجهم زي البلي وكده شطاره ولا استغلال راجع نفسك لان عايز اقول لكم خلاصه في كلمتين اتنين قبل ما نصلي للاسف كل الناس اللي واقعين في خطيط الخبث مش شايفين نفسهم خبثاء امال شايفين نفسهم ايه؟ عقلاء وحكماء. لا. معلمنا يعقوب الرسول يتكلم على نوعين من الحكمه، في حكمه نفسانيه شيطانيه وفي حكمه الهيه سمائيه. شوف دي بتقول ايه وشوف دي بتقول ايه دي؟ لكن تركب دي على دي عشان تبرر تصرفك ما ينفعش يا اولاد نعمل كده. مش عايز اقول لكم انا بتوجع لما حد يجي يقول لي يا ابونا انا عاوزك تسمع المكالمه اللي انا مسجلها له ما ينفعش تسجل لحد مكالمه لان ده عمل لا اخلاقي الا اذا قلت له ان المكالمه دي مسجله وناس كتيره بتعمل مننا كده اه خطيه نتوب عنها وما نعملهاش تاني لكن ما ينفعش نعمل كده لانك انا انت انا في حاله نفسيه انت ضغطتني انت استفزتني ممكن حتى اكون قلت كلمة في حق واحد وما كنتش اقصدها قوي، قلت له اه هو بيعك اليومين دولة بس انا بقولها بحسن نية. ما انا اوقات بقول عن نفسي انا بعكر، وانت خدتها مستند يدني انا. اوعوا يا اولاد لأن الشر من كتر ما كتر قوي وبقينا نتنفسه ما بقيناش نميز ثاني اكسيد الكربون من الاكسجين، فبقينا نعمل كل الغلط بحجة ان كله بيعمل كده او ان انا ضميري مرتاح لان انا بحاول اثبت حقي لا باسلوب روحاني لان الغايه في الحياه المسيحيه لا تبرر الوسيله عارفين ان الغايه تبرر الوسيله يعني ممكن جدا انا عاوز ابني كنيسه عايز ابني كنيسه كنيسه حاجه حلوه ولا وحشه حاجه حلوه أوي بس الناس مش متعاطفه مع المباني كل ما اقول له عاوزين نبني كنيسه يقول لك انا مش هدفع انا بدفع لاخوة الرب قلت بس جت لي حته فكره انا هبني لك بيت يا رب بس بكذبه صغيره كل اللي هقابل اقول له احنا ناس عندنا ناس محرومين مش لأنها دواء عندنا ناس مش لأنها مدارس ابتدي الناس تديني ليه للمدارس وانا اشتري كنب في الكنيسه مش هدفع المدارس صحيح من شكلها انا ما حاجه في جيبي بس انا امام الله كذاب فحتى لو هثبت حقي بأسلوب عوج ما ينفعش اسأل أب اعترافك عشان احنا نور ما ينفعش نبقى ضلمه عشان احنا ملح ما ينفعش يبقى تراب لإلهنا كل مجد وكرامه الآن والى الأبد امين يا أبانا الذي في السماء